أهلا بكم. الجزائر أصحاب القرار، من يقرر لمن؟ هو عنوانه وتساؤل حلقة اليوم، نطرح للنقاش فيها هذا السؤال الكبير، من يقرر الآن في الجزائر؟ وهو السؤال الذي يقفز مرة أخرى إلى الواجهة مع التغييرات الأخيرة على رأس البنوك والشركات الحكومية، والتي تقول وكالة الأنباء الرسمية وبيانات الرئاسة إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو الذي قام بها، برغم أن المعارضة تشكك في مدى قدرة الرئيس على متابعة كل صغيرة وكبيرة بالنظر لوضعه الصحي. وإن كان معسكر طبعا الرئيس يريد إثبات العكس بشهادات أجنبية، خاصة آخرها تصريح وزير خارجية مصر بأن نظرة الرئيس بوتفليقة ثاقبة، مع أن الصورة التي نشرت لاستقباله من قبله لا توحي بذلك. من آخر الأخبار التي تطرح بحدة أيضا سؤال من يقرر ومن يعين ما ينقله موقع جزائري عن تعيين مدير جريدة لو تون دالجيري المملوكة لرجل الأعمال علي حداد كمدير جديد لشركة النشر والإشهار العمومية التي تسيطر على ملايير الإشهار العمومي. من الأخبار الأخرى أيضا ما تنقله صحيفة جزائرية من أن المستشار بالرئاسة قائد المخابرات الداخلية سابق الجنرال بشير طرطاق استقبل بتكليف من الرئيس بوتفليقة طرفي الصراع في الأفلان، ممثلين في عمار سعداني وصالح جوجيل. وعناوين أخرى نتوقف عندها مع ضيفنا في الاستوديو، أو بالأحرى عبر خدمة سكايب، نتمنى أن يكون يوما ضيفا في الاستوديو، الكاتب الصحفي يحيى بنوار. أستاذ يحيى بنوار مرحبا بك. من العناوين أيضا آخر العناوين سلال في تنصيب مدير صنع الترك الجديد، غابت عنه الكوميديا، وما تنقله صحف جزائرية ومواقع جزائرية تصريحات فيها الكثير من التراجيديا، يرسم صورة سوداوية عن وضع البلاد ويدعو إلى شد الأحزمة، النفط ينهار، ويتحدث عن تحديات تواجه الجزائر. ما تعليقك؟ السلام عليكم وتحية للمشاهدين. يعني في حقيقة الأمر ما يحكي عنه الوزير الأول سلال، يعني شيء أنا عييت من سلال، يعني لا يهمني ما يحكي سلال، لأنه سلال مضحك ومهرج، ويعني ليس له مستوى حتى يكون وزير أول. نتكلم عن الوضع حقيقة، وضع الجزائر أصبح وضع خطير. ففي الأربع أشهر الأولى من السنة هذه المدخول الجزائر يعني تقريبا نصفه، من 23 مليار دولار نزلنا إلى 13 مليار دولار، يعني تقريبا نصف مدخول فيه خسارة، أصبحت ما نستورده أكثر من ما مبيعات البترول، ولا أتكلم طبعا عن الأشياء الأخرى التي لا تمر على المواني، ولكن الهندسة وإلى آخره. فالوضع الاقتصادي أصبح خطير، وهذه التغييرات تكلمنا قبل أيام عن التغييرات على مستوى الوزارة، والآن على مستوى بعض يعني مدراء شركات مهمة نفس الشيء، يعني يأخذ مدير من شركة ويعينه في شركة أخرى، ونفس المدير الآخر يعينه في شركة ألف وفي شركة باء، يعني تلاعب بالناس حتى يظهر أنه بوتفليقة يسير ويفعل وكذا، وهذا غير صحيح. بوتفليقة لا يعرف هذه الوزارة ولا يعرف هذه المدراء الجدد قدم، لا يعرفهم ولا يلتقي بهم يوم، ولا يعرف من هما وماذا يفعلون، يعني شيء خطير. ربما يعني نقطتين في هذا التعيين المدراء هم مهمين. هي الأول مدير الجديد لسوناطراك، هو معروف على المستوى الدولي أنه يدافع عن الصخري، كان غاز أو كان بترول صخري، ومعروف على المستوى الدولي أنه، وهو كان في سوناطراك، هو من رتب وحضر للإنتاج الغاز الصخري ما يجري في عين صالح. والثاني هو تكلمت عنه أنت في البداية، يعني تعيين مدير كان في جريدة خاصة وتلفزيون خاص، الآن يصبح مدير شركة عامة للإشهار، شركة حتى تكون فكرة للناس توزع ما يقارب 100 مليون أورو سنويا
من الإشهار العام، إشهار الوزارات، إشهار الولايات، إشهار البلديات، إشهار المؤسسات في الجزائر، إشهار الشركات، إشهار يعني حتى في الثقافة، كل إشهار العام يعني من أموال الجزائريين يوزعوا على الإعلام. كيف هذا الإنسان راح يوزع وراح يكون يعني مع من كان يتنافس معهم في الأمس، وكيف سيوزع على نفس جريدات التلفزيون اللي كان هو مديرهم بالأمس؟ يعني حداد استولى على شركة الأشهار العامة اللي هي عندها ميزانية تاع 100 مليون أورو سنوين. ولكن هل حداد فعلا يعني هل حداد في اعتقادك هو الذي قرر؟ وسؤال الحلقة اليوم من يقرر يعني هو الذي قرر تعيين هذا المسؤول في صحيفة تابعة له، وقبل ذلك قيل بأنه حتى سلال أخذ مسؤولا من نادي اتحاد العاصمة الذي المملوك لحداد ليكون وزيرا كذلك. هل حداد فعلا له كل هذه السلطة ليقرر بقرارات تحمل توقيع الرئيس بوتفليقة؟ بدون تأكيد ليس هو من يقرر، الذي يقرر هو شقيق رئيس. قلنا أن بوتفليقة ليس له إمكانيات حتى يعرف منها من فلان ومن فلان، يعني هذا الناس هذا المدير الجديد لا يعرفه بوتفليقة ولا يسمع عنه، لا يعرف الوزراء الجدد لا ولا يسمع عنهم. الذي يقول للرئيس هو شقيقه، والعلاقة بين شقيق الرئيس وحداد معروفة. بدون تأكيد حداد هو الذي يعني على الأقل نصح شقيق الرئيس حتى يعين أحد من مدرائه. هذا الجديد كعوان كان أحد من مدراء راجل المال وليس راجل الأعمال حداد، وطبعا هو اللي عينه. كيف لهذا الرجل غدا أن يستطيع أن يرفض شيء لعلي حداد وهو عنده شركة إعلامية ضخمة، له جرائد وله تلفزيون؟ كيف أن هذا الرجل كيف يتعامل مع المنافسين الذي ينافسون على المستوى الإعلامي، على مستوى الجرائد وعلى مستوى قنوات التلفزيون؟ كيف يعطيهم الإشهار وهم منافسين له؟ هذا شيء يعني أول مرة يجري في تاريخ في البلدان كلها، أن تأخذ واحد من القطاع الخاص وتعمله مدير على شركة حتى تصبح عنده سلطة على المنافسين له. طيب ابقى معنا يحيى بن نوار لو سمحت، ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام في النقاش من ورقلة العجال السجني الأستاذ الجامعي. أستاذ العجال السجني، طبعا من العناوين كذلك الرئيس بوتفليقة، طبعا الوكالة الرسمية تقول هو الذي أقر الآن التعديل الإداري أو التقسيم الإداري الجديد في الصحراء وفي الهضاب في الجزائر. هل تحتاج المنطقة التي تعج وتغلي بالاحتجاجات ضد الغاز الصخري وأيضا نقص التنمية هناك، هل هذا هو العلاج الذي تحتاجه تقسيم إداري جديد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. والسلام على المشاهدين الكرام وعلى الأخ ضيف معنا في الحصة. والله أنا يعني حسب رأيي يعني هو ربح للوقت لا أكثر ولا أقل، وهو ذر الرماد في العيون. يعني سياسة الهروب للأمام، احنا مشاكلنا في الجزائر والله واضحة جدا، ولا تحتاج إلى كل يعني هات الأشياء. يعني إذا أردنا يعني نمشي الأشياء يعني ونمشي الأمور يعني الجدية، هي أول شيء لابد لنا أن نرجع إلى الشرعية، هذا الشيء الأول اللي لابد أن يكون في البلاد. والشيء الثاني لابد أن تكون مناظرات حول البرامج وليس يعني قذف بين الأفراد أو التهم بين الناس أو يعني حتى يعني التجريح في الناس. في الجزائر يعني في غنى عن هذه الأشياء كلها، والوقت ليس بصالحنا اليوم. يعني بإمكاننا إن شاء الله إذا كانت يعني شرعية للمؤسسات نقدروا يعني نسترجعوا أشياء كثيرة ونقدروا نمشيوا في أشياء كثيرة إن شاء الله. أما إذا استمرت الأمور على ما هي عليه واستمرت هذه المافيا يعني في السطو على القرار وفي أخذ يعني هذا الشعب يعني رهينة، هذا راح يكون لنا بالطبع يعني من على سنوات قادمة راح تكون يعني يعني تكون يعني الأثر تاعو راح يكون يعني له يعني
يكون عنده أثر خطير على الشعب الجزائري. هنا في وبالتالي الوقت ليس في صالحنا يا أخي. طيب. الآن يعني هذه الأشياء كل اللي راهي يقومون بها هي أشياء يعني لا يعني لا لا, لا تسمين ولا تغني من جوع. طيب سيد العجال طبعا يحيى بن نوار يقول بأنه المدير الجديد لسوناتراك يعني مع الغاز الصخري واضح أنه الاستمرار في هذه السياسة, ولكن حتى النفط السلالة اليوم في تنصيب هذا المدير الجديد لسوناتراك يحذر أنه حتى إذا استمر النفط مع أنه توقعات تقول أنه لن يكون هناك تغير كبير ارتفاع مرة أخرى لأسعار النفط, السلال يحذر ببرميل دولار ببرميل النفط 60 دولار فإن مداخيل الدولة ستكون ب 2019 130 مليار دولار فقط, وب 50 دولار إذا نزل إلى 50 دولار إلى 9 مليارات دولار, يعني 9 مليارات دولار لا تكفي حتى كتلة الأجور العامة فقط للوظيفة العمومية 20 مليار دولار. أليست سياسة مثل ما تقول ربح للوقت فقط ومخاطرها قنابل موقوتة؟ والله إذا أردنا يعني أن نؤمن مستقبل الجزائر ونمشي بالبدائل يعني نمشي إلى بدائل أخرى, يعني هذه هي المرحلة الحساسة التي يعني الناس كل جزائريين يعني بدون استثناء وبدون يعني من روحوا يعني الاختلافات اللي ما بيناتنا الاختلافات السياسية ولا الرؤى يعني الإيديولوجية, الجزائريين اليوم راهم مطالبين باه يمشيوا الاقتصاد غير اقتصاد الريع, مطالبين مثلا في القضية تاع الاستثمار في الطاقات المتجددة. اليوم كل دول العالم اليوم كل دول العالم راهي ماشية للبدائل هذه. طيب. حبينا والله كرهنا يعني هذا نتكلموا عن البترول اليوم ونتكلموا على الغاز الصخري, هذا راهو في خبرك انا اليوم واللي تحترم راح اليوم راهي ضمنت مصادر الطاقه تاعها ونوعت مصادر الطاقه تاعها وخرجت من هذا القوقعه وخرجت من هذا الحديث الذي لا يسمن ولا يغني. طيب. ومن هذه الدول اليوم رانا خزان طاقه شمسيه في العالم, لماذا لا تكون استثمارات في الطاقه البديله؟ لماذا لا يعني لا نقيم طاقه بديله وهي الطاقه الشمسيه اللي راح تغنينا من البترول والغاز؟ وهنا وفي هذا الصدد استاذ العجال سكني اكبر منتج للنفط في العالم السعوديه, وزير النفط السعودي قبل ايام قال في باريس التي يحبها المسؤولون الجزائريون كثيرا ويشترون فيها شقق, في باريس قال بانه السعوديه تخطط من الان الى الاستثمار في هذه الطاقات الجديده, و 2040 لن تعول حتى على النفط مع انه متوفر احتياطات ما زالت كبيره للسعوديه, وتخطط لتصدير الكهرباء مولده من بالطاقه الشمسيه. بارك الله فيك. إذا القضية هي في التوجهات الحالية اليوم, لكان عندنا نظرة يعني المستقبل الجزائر ومستقبل الأجيال إن شاء الله القادمة, ما دام عندنا موارد مالية اللي تسمحنا اليوم ده نديروا الاستثمارات في الطاقات المتجددة ونمشيوا البدائل ونديروا الاكتفاء الذاتي, والجزائر بإمكانها كما قال يعني الخبراء الأمريكيين قالوا باللي 50% من غذاء العالم موجود في الجزائر. وبالتالي لماذا يعني احنا اليوم رانا نضيع في الوقت ونضيع في المواد يعني نضيع في الاموال, اليوم ما كنت تشوفوا الاموال اللي تهدر يعني يمين وشمال في اشياء يعني ما تفيدنا على المدى القصير ولا على المدى المتوسط. اذا هذه السياسه العرجاء, هذه السياسة هذه اللي الناس راهم ماشيين فيها بدون ما يعرفوا المخاطر تاعها والمخاطر على البلاد. شكرا جزيلا لك العجال سكني الأستاذ الجامعي, كنت معنا عبر الهاتف من ورقلة. وهذا السؤال يقودنا إلى من يرى أنه ربما الحكاية مربط الفرس في باريس أستاذ يحيى بن نوار في موضوع مثلا توتال التي قبل أيام فقط يعني شخصيا شفت لها ببليسيتي إشهار في الفاينانشال تايمز تقدم نفسها أنها ثاني أكبر شركة في أبحاث الطاقة الشمسية في العالم, لماذا لا تقوم بذلك في الجزائر بينما تقوم بالعكس في موضوع
ليس بالضروره الغاز الصخري، هناك من يرى انه تركيز على توتال، هناك نوع من الحسابات السياسيه وانه تستثمر في تكنولوجيا شبيهه بالغاز الصخري، هي الغاز الحبيس تايت غاز وليس الشيل غاز. هذه الشركات الأجنبية طبعا تستثمر في كل التكنولوجيات، ويعني تجرب كل التكنولوجيات. قضية الصخري في الجزائر كان غاز أو ممكن أن يصبح بترول، هو ليس مصلحة للجزائر، لأن الجزائر لا ليس لها مصلحة في استخراج الغاز الصخري الآن، لأنه يعني السوق العالمي لا يوجد، يعني ما عندناش، يكفينا من ننتجه ونبيعه فيه، ما عندناش يعني منقوسين. ولكن هي معاهدة أعطاها بوتفليقة إلى الرئيس الفرنسي ومتمسك بها فقط، وكانت معاهدة وكلمة داخلة في العهد الرابعة ولن يتراجع عنها، فقط لو لا يستطيع أن يقول للرئيس الفرنسي، لأنه يعني أعطاه كلمة لا نبطل هذه وهذه. ولكن كل الشركات يعني الدولية تعمل تجارب وتشوف ما يصلح لها، تعمل تجارب في الصخري، وإذا كان بلدان يعني ضعيفة تسمح لها حتى تعمل تجارب. هذا ما يجري في الجزائر، يجربوا في الجزائر، وإذا كان تجارب في الشمسي سيعملوا نفس الشيء. ولكن في النهاية يستعملون ما هو مفيد لهم. أليس غريبا أنه فيما تصر الجزائر على هذه الأساليب الأركايك، يعني الدول التي بعض الجزائريين ينتقدونها، دول الخليج مثلا ببعض الاستعلاء الجزائري الغريب احيانا، السعوديه اكبر دوله منتجه للنفط الان، خلاص وزير النفط السعودي علي النعيمي يقول بانه سننوع اقتصادنا ب 2040 لن نعول على النفط. الامارات مثلا اخر خبر يقول انها اصبحت عاصمه الاستثمار، بوابه الاستثمار الى افريقيا. يعني هل هي موجودة في إفريقيا؟ أليست الجزائر هي بوابة إفريقيا مثلا؟ لا لا لا، الفرق ما بين السعودية مثلا أو حتى الإمارات، ورغم أنهم ليست دول ديمقراطية وكذا وكذا، لكن هذا في الوقت الحالي النظام السعودي أو النظام الإماراتي ليس له مشكلة شرعية، ليس له يعني رئيس في عهدته الرابعة وهو لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يعمل مهامه ولا يستطيع أن يسافر حتى يكون في يعني القمم الدولية. المشكلة أنه إحنا الآن مع نظام ضعيف وضعيف جدا، ويقول نعم لكل شيء ولا يدافع عن مصالح البلاد. الأخ الذي تكلم بدأ قال هذا فقط مسألة ربح الوقت وانتهى ضياع الوقت. طبعا ربح الوقت للنظام وضياع الوقت للبلد. ربح الوقت فقط مع نظام يربح الوقت لنفسه ويضيع الوقت للبلد وللشعب. ربح الوقت أم تبديد كذلك أموال، يعني أن أن أن, أن تخلق مرة أخرى ولايات منتدبة في المنيعة، في عين صالح، في تقرت، في مناطق أخرى، في فرندة، في العلمة، يعني معناها لازم لك ولايات منتدبين، لازم لك بيروقراطية إدارة، مع أن المفارقة وكالة الأنباء الجزائرية المشروع تقول يهدف إلى مكافحة البيروقراطية. فيما إمارة مثل الإمارات، دولة مثل الإمارات بالأحرى دبي، لها حكومة إلكترونية، الناس يجرون معاملاتهم إلكترونيا، يعني ما فيش وثائق. هذا كذلك تلاعب، يعني في نفس الوقت يعين مدير جديد لسوناطراك هو للغاز الصخري 100%، ويعني حتى يتلاعب بالناس الجنوب ويقول لهم ولايات منتدبة. أولا ليس هناك إطارات وطاقات يعني بشرية حتى يخلق ولايات جدد. ثانيا منذ 3 أشهر الميزانية الدولة بدأت تمحي المشاريع، تمحي مشاريع في قالمة، تمحي مشاريع في باتنا، لأنه الأموال ناقصة. فهذه حكاية ولايات جديدة منتدبة، يعني حتى يتلاعب بناس الجنوب. لا توجد لا أموال لهذه الولايات ولا توجد إطارات وطاقة بشرية حتى تمشي هذه الولايات. طيب يبقى معنا يحيى بن نوار، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الجزائر قاسي عيسي القيادي في جبهة التحرير الوطني. ماذا يحدث في لافلان قاسي عيسي اليوم؟ احتجاج للمناوئين لسعداني أمام مقر الأفلان، وصحيفة جزائرية تقول أنه ترتاق
الوزير مدير المخابرات بالأحرى سابقا مستشار في الرئاسة حاليا، من كان يكافح الإرهاب الآن مسؤول يتابع ما يحدث في الأفران، يستقبل جوجيل وسعدان. أولا أحيي الإخوان اللي شاركوا في هذا الحوار ومن خلالهم كل مشاهدي القناة المغاربية. فيما يتعلق الموضوع الثاني، الأخبار اللي جات في الجريدة، أنا شخصيا كنت تكلمت العشوة هذه للأخ سي صالح بوجيل وهو نفى أي مصداقية لهذا الخبر، ولو على حسب ما قال لي يعني ما كان فيه لا لقاء ولا هدف لهذا الخبر. أما فيما ما يجري في بالنسبة لجبهة التحرير الوطني، هو نظرا لتحضير المزعم للمؤتمر اللي هو من صنع عمار سعداني وجماعته من خلال فترة أشهر، في احتجاجات على مستوى القواعد النظامية في كثير من المحافظات والولايات، خاصة فيما يتعلق بالهياكل الجديدة الموازية اللي اندارت واللي هي عملية تشتيت الهياكل الشرعية. الآن عدد المحافظات خرج من 54 محافظة إلى ما يقرب 120، والعدد في الحق الرسمي ما هوش معروف، لأن كل نهار نسمعوا باللي تم إنشاء محافظة وتم تعيين لجنة مؤقتة. غالبا كثير من هذه اللجان تكون مع عناصر غير عناصر تاع حزب جبهة التحرير الوطني. وما عنديش 10 دقائق جاني تقرير مشلف اللي راح تنشر الان في فيسبوك يعطيك يعني بالاسماء وبالادله. ولكن ما هو جوهر الصراع استاذ قاسم عيسى؟ جوهر الصراع هناك من يرى انه صراع اجنحه حرب بالوكاله. عمار سعداني قال بانه تحرك بالخادم مثلا هو في خدمة أطراف، فهم بأنه الدياراس مثلا. سعد بوعقبة مثلا في مقاله أمس، اسمح لي فقط تكمل السؤال، يقول أنه الحكاية الصراع على من يشيط أكثر بين الأجنحة. ما رأيك؟ من يشيط أكثر لبوتفليقة؟ والله إلا في الواقع عندما نقرأ الصحف كثير ما هو نقرأهم قاعدتك المقالات تاع بوعقبة ولا تاع عبد الشارف ولا تاع بن شيكو إلى آخره. الآن النظرة سواء لأن كاين اللي حاملين يعني موقف تجاه حزب جبهة التحرير الوطني ولا موقف ايديولوجي ماهوش من اليوم، ولكن في نفس الوقت عندما نشوفوا على الظهر يعني ممكن يبان باللي صراع تاع أدياك وصراع المواقع إلى آخره، ولكن عندما تبحث أكثر في خط اللي حاول باش جبهة التحرير الوطني تسترجع الخط تاعها الاصيل وماهوش من اليوم. هذا اذا بغيت نعطي جذور تاع الصراع يعني يروح للبدايه في التسعينات عندما انطلقنا في التعدديه، خرجنا من النظام الاحادي الى التعدديه. انذاك عندما كان يراس الحزب الاخر سي عبد الحميد ماري قلنا الان لازم ضروري ان جبهه التحرير الوطني تسترجع الاستقلاليه تاعها النظاميه وتحدد المواقف تاعها وتحدد ايضا الاجراءات. يعني الان فعلا الصراع المؤسسات عن طريق الانتخابات الشرعيه، وبالتالي الحق يرجع للمناضلين. وفي خط اخر مازال يعني يخضع للكثير يعني التاثيرات الخارجيه، بعض منها مؤسساتيه وبعض منها غير مؤسساتيه. يعني بالخادم الذي جاء يقول باللي انا عملت باش يعني نقص من تأثير تاع المؤسسات. إذا تنحي التأثير تاع المؤسسات تديها العصابات تاع المال وخاصة المال الفاسد، اليوم كي تشوف الصدارة في قيادة جبهة التحرير الوطني الوجوه اللي ياخذوا الصدارة معروفين، هما وجوه اللي من المال الجديد كثير منه يعني. ولكن عمار سعداني يعني من طرف المناضلين اللي عندهم استاذ قاسم لو سمحت نضال ميداني معروف سواء في النقابة ولا في التنظيمات الشبانية ولا في حزب جبهة التحرير الوطني استاذ قاسم لو سمحت عبر الوطن. استاذ قاسم عيسي كان عمار سعداني كان يقول بالعكس هو الذي تامن بالخادم هو اللي جاب الشكاره لفلان يعني عمار سعداني وانصاره يقولون انه سعداني هو اللي جاب الشكاره لفلان في الانتخابات التشريعيه الماضيه. هل الصراع فعلا
اسمح لي فقط، هل الصراع فعلا انه من اجل استقلال هؤلاء الذين يريدون ازاحه سعداني، من اجل استقلاليه الافلان على طريقه مهري، والان عوده الابارتشيك الديناصورات الافلان، من بينهم من قاد الانقلاب علمي على عبد الحميد مهري، حجار وغيره من القدماء، محمد صالح بن يحيى واخرون، يعني كثيرون تفاجؤوا بهذه العوده كذلك لهؤلاء الديناصورات. والله غير المصطلح، سيد قاسم عيسي الخط مانيش نسمع مليح. تفضل نسمعوك الان، تفضل. تفضل استاذ قاسم عيسي. اذا سمعت، يعني المصطلح الديناصورات كان استعمل في بدايه التسعينات في لماذا؟ لان في محاوله لافراغ حزب جبهه التحرير الوطني من التواصل تاع الاجيال، ونتذكر ان في اللجنه المركزيه انذاك كنا يعني متواجدين امامنا اعضاء اللي كانوا في الحزب تاع البي بي، وبعض منهم حتى نجم نقول من 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 اواخر الاطوار النور افريكان يعني، وايضا عناصر شباب من بينهم يعني الجيل تاعنا اللي تكون في شباب جبهه التحرير الوطني واللي رجع للقياده وفي عمره 35 سنه و40 سنه. اذا هذا المصطلح هذا يستعملوه لمحاوله خلق صراع مفتعل ما بين الاجيال في وسط جبهه التحرير الوطني، ولكن نرجعوا للاساس. فيه محاوله اللي تقول باللي جبهه التحرير الوطني لازم تسير بصفه ديمقراطيه وتحل المشاكل تاعها على الاحتكام عن الصندوق، وهذا هو المشكل تاعنا الاساسي بالنسبه لقضيه الشرعنه، لان الشيء اللي اندار في 29 اوت يخالف هذا، جاء في اطار الاملاءات ومحاوله يعني فرض عنصر معين، ولا هو يعني نوع من انفاي دروت اللي بقات تطبق الان، وحنا الشيء اللي متخوفين منه هو لمحاوله خلق الجو لبعث جبهه التحرير الوطني الى المجهول، لان الشيء اللي يتقال في الخطاب المسوق والشيء اللي يتعمل في الميدان هو التناقض التام. فيه الان عناصر تستعمل الانتقاء باش يديروا يوم 29 ماهوش مؤتمر، راح تكون جراند كرماس. طيب. يعني عجبني يعني لما تشوف باللي الاف اللي جابوا تاع الشباب وخاصه تاع الطلبه باش يكونوا متواجدين، والعنصر النسوي. طيب. تسمع يعني كيما رانا نشوفوا وسننتظر هذه 1 2 3 فيفا صعيداني، وتسمع ايضا يعني النسوان يعني الحنه في اليد والزغريت في الفم وصورت في الجيب. شكرا جزيلا لك قاسم عيسي، للاسف الوقت يدركنا، نشكرك جزيل الشكر القيادي في جبهه التحرير الوطني. حاولنا طبعا الاتصال لمشاهدينا الكرام بالطرف الاخر المحسوب على عمار سعداني، واتصال حتى بالسيد عمار سعداني، ولكن لم يوفق الزملاء في الوصول لاي من جناح عمار سعداني ليشارك ايضا في النقاش. ما رايك استاذ يحيى بنوار في هذه الكرماس كما سماها قاسم عيسي؟ ما يحدث في الافلان وينفي ما نقل عن دخول حتى طرطاق على الخط ولقائه بجوجيل وعمار سعداني، هذا ينفيه قاسم عيسي؟ لا والله لا، شيء مضحك. انا لا اعرف هذا الانسان في الافلان يعني شخصيا، ولكن يعني ما الفرق؟ سعداني الان هو يحكم في الافلان ويساند في بوتفليقه وشقيق بوتفليقه وحتى الشوفير تاع بوتفليقه. هل هاد الناس اللي هم ضد سعداني ينتقدون بوتفليقه او حتى الشوفير تاع بوتفليقه؟ يعني ما الفرق؟ وانت سالته ما الفرق يعني بيناتكم؟ فقط صراع في الشتاء، لم يرد. عندما نسمعه سياسيا يعني الفرق بين سعداني وبين هذا يعني الجناح الذي يقول انه سعداني ليس شرعي، طبعا سعداني ليس شرعي، ولكن ما الفرق بينهم وبين سعداني ما دامهم لا ينتقون ولا نصف كلمه لانتقاد، يعني انتقاد ليس الشتم، انتقاد فقط ما يجري في الجزائر من قرارات سياسيه وقرارات يعني. ولكن طبعا سيد قاسم عيسي قد يرد عليك يقول كان يتحدث انه هؤلاء هم يريدون، قال يريدون التغيير في الافلان، يريدون استقلاليه الافلان، ربما عوده تلك الاستقلاليه حتى مثل ما كان عبد الحميد مهري. أين هذا موجود في خطابهم؟
هل هذا الرجل الذي تكلم ربما يريد، ولكن الاستقلالية ليس مشروع، استقلالية في الخطاب، استقلالية قناعة. فهل هو يقول نحن استقلالية من الحكومة واستقلالية من الرئاسة من السلطة التنفيذية، وننتقد قرارات مصيرية تأخذها هذه السلطة وتؤدي البلاد إلى يعني شيء موش مليح؟ هل سمعت النقد من هذو الذين هم معارضين لسعداني بما تفعله الحكومة أو السلطة التنفيذية؟ هذا يقودنا إلى السؤال، هل تعتقد أنه فعلا صراع أجنحة، أنه أو مثل ما يرى بوعقب أنه هذا صراع من يشيط أكثر، يعني ليس هناك صراع أجنحة بالوكالة بين السلطة وداخل أجنحة السلطة؟ وأنت في باريس اللافت أنه هذه الأيام سكاكين كثيرة طلعت ضد سعداني، بدأت في موند أفريك، وهذا الموقع الذي فجر قضية عمار سعداني وممتلكاته وشققه أو شقته على الأقل في باريس، لأن يقول أنه ساركوزي هو اللي أعطاه الإقامة طبعا، وكان له صدى كبير، وأخذت هذا الخبر صحف جزائرية أخرى وشحدت سكاكين ضد عمار سعداني. ما رأيك؟ عمار سعداني صحيح عنده على الأقل شقة في باريس، وأخذ الإقامة بطريقة في آي بي يعني، وبحثوا صحفيين فرنسيين ومنهم هذا موند أفريك، ويعني لقوا أنه الرئاسة يعني في وقت ساركوزي هي من تدخلت حتى تعطي الإقامة لسعداني، وهذا يعني عيب آخر، يعني كوارث في الجزائر كثيرة. هل يحق واحد يعني امين عام جبهه التحرير، احنا نقول جبهه التحرير لازم يعني ننحيها من السياسه، ولكن ما دام هي باقيه، هل يحق امين عام جبهه التحرير عنده اقامه في الخارج واقامه تدخل الرئيس الفرنسي حتى يعطيه الاقامه؟ يعني هو يتكلم ويضحك ويتكلم لك على الوطنيه وينقد المعارضين ويكفر المعارضين ويخون المعارضين، وهو تدخل رئيس فرنسا ماهوش رئيس بلجيكا ولا رئيس فرنسا، رئيس البلد اللي كان مستعمر، تدخل من حتى يعطيه الإقامة طيب في فرنسا. ولكن في فرنس. المقابل ما رأيك في الذين يقولون أنه هذا الخبر تم إعطاه حيز كبير، مع أنه طبعا الشخص الذي نسب أنه تدخل مستشار دحمان مستشار ساركوزي، نعم، يعني كأنه اكتشف هذا الخبر فجأة، يعني مع أنه هذا الرجل كان موجودا يعني، وكان يمكن السؤال بسهولة كيف حصل ساركوزي على هذه الإقامة. هناك من له التفسير أنه هذا الحشد هو للإطاحة بعمار سعداني من جناح، من صحافة محسوبة على جناح آخر بشكل صريح، على الدي ان اس مثلا. لا لا، ليس لدي معلومات، ولكن ممكن أنه الجناح الخصم لسعداني يحاول أن يستعمل هذه المعلومات، ولكن قبل سنة ونصف عندما نفس الصحفي كتب انه سعداني تحصل على الاقامه في فرنسا بطريقه في اي بي، يعني كتبها قبل سنه ونصف، الان فقط يعني هناك معلومات دقيقه من الذي تدخل، ولكن انه تحصل عليها بطريقه في اي بي هذه معروفه قبل سنه ونصف. هل الجناح ضد سعداني يستعمل؟ هذا شيء ممكن، ولكن هناك معلومات كذلك على الجناح الآخر، يعني الجناح المخابرات أو يعني فئة من المخابرات، حتى لأنه فئة من المخابرات أصبحت مع سعيد بوتفليقة، يعني شراهم هذه المخابرات الجنرالات الجدد، هذو جنرالات تاع شكارة، ما نش نتكلموا على جنرالات تاع سنوات 60 و70، رانا نتكلموا على جنرالات يحبوا شكارة كما يحبها علي حداد، يعني الأمور تبدلت في الجزائر. طيب، هذا ربما يقودنا للمحور الأخير، أعود إليك أستاذ يحيى أبو نوار. ينضم إلينا الآن في النقاش من الجزائر الأستاذ علي دراع المستشار الإعلامي. أستاذ علي دراع، ما قراءتك كإعلامي كصحفي مخضرم وأحد ضحايا أيضا تعسف وقف صحيفة كانت من أولى الصحف المستقلة في الجزائر، الجزائر اليوم، لتعيين مدير في جريدة تابعة لحداد مديرا للانب للبقرة الحلوب لشركة الإشهار الجزائرية التي تدير مثل ما قال الأستاذ يحيى بن نوار ما قيمته 100 مليون أورو من الإشهار العموم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أعتقد أن التعيين هذا عادي، يعني ما عندوش نظرا
للتعيينات ونظرا لوضع البلد. النظام معروف الآن، تعرف النظام سي جمال، أنا وأنت نعرف وضعية النظام أو النظام الجزائري وكيف يتسير للوضع العام والشأن العام والمال العام. عادي فيه وزراء كانوا يشتغلوا في القطاع الخاص وصبحوا وزراء الآن، وفيه وزراء كانوا يشتغلوا في 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 قطاعات أو في التقاعد وانضموا الآن صبحوا وزراء، وفيه وفيه، يعني ليس فقط مدير مؤسسة فقط. الإشهار هو للضغط على مؤسسات الإعلامية لتسيرها في اتجاه معين، هذا معروف، وكان يسيرها تيار واحد آخر داخل النظام، وانتقل هذا التسير من هذا الجناح إلى جناح آخر. وبطبيعة الحال هذا الجناح لابد عليه أن يختار رجاله. هل هذا طبعا نربط ما كان يقوله استاذ يحيى بن نوار، طبعا ما كان يدير الإشهار والمعروف باسم الكولونيل فوزي، كولونيل في الدي ار اس، الان هل بدخول هذا محسوب على حداد يعطي إشارة اخرى انه لتغير او على الاقل تبدل ما في المعادلة، وان اصحاب المال يزحفون يفرضون يقررون حتى في الجزائر؟ لا أعتقد أن سي جمال هذا الداخل في إطار استراتيجية أخرى، في تكتيك واستراتيجية ثانية. من عين هذا المدير العام تاع سوناطراك اللي يساند ويدافع على الغاز الصخري؟ هو الذي عين هذا السيد هذا، وأحترمه، أنا أحترمه لأنه كان في المشاهد قبل ما ينتقل لهذه الجريدة الجديدة. إنسان صحفي محترف لا بأس به، أعرفه شخصيا. لكن من عينه؟ هو الذي عين السيد المدير على البنوك أو تعيين البنوك. من عينه؟ هو الذي عين المؤسسات الأخرى والوزراء الآخرين. الطريقة التعيين التي طرحها أنت هي طريقة طبيعة النظام اللي جذورها تعود إلى جبهة التحرير الوطني والصراع داخل جبهة التحرير الوطني. لا تثني الصراع الدائر دائر الحكم في كيفية الاستيلاء والتعيينات، هذه هي جزء بسيط جدا في منظومة الحكم. منظومة الحكم أصبحت الآن أو وصلت إلى طريق مسدود. الآن فيه توجه لتغيير طبيعة النظام. التوجه الآن أصبح عالمي وفيه ضغط عالمي بأن الجزائر لابد أن تتجه في اتجاه مثل كل دول العالم، أننا نسير الجزائر بطريقة الحرية والديمقراطية. أين تلمس ذلك؟ يعني هناك من يرى أنه ربما فرنسا بشكل خاص رقم مؤثر في المعادلة أكثر حتى من أمريكا، تريد ربما بقاء الأوضاع مثل ما هي. هذا النظام الفرنسي، النظام الفرنسي الاستعماري، يعني النظام حتى ما لا أخلط، نظام الكولونيالي الاستعماري هو من يريد إبقاء الجزائر على النظام هذا القديم، النظام مثل ما الذي تفاوتت الأحداث والذي أصبح يسير البلد بطريقة وكأنها يعني من العصور القديمة جدا. هذا النظام هذا الآن العالمي ما تستطيعش تعين فيه مدير عام لمؤسسة مثل سوناطراك. المهم في العملية هو سوناطراك أكثر من كل الشركات الأخرى، لأن لابد أن يمر عن طريق مكتب دراسات واقتراحات واستشارات وتحقيقات إلى آخره لكي يصل يصبح مدير عام، لأن السوناطراك هي المؤسسة الوحيدة. هل يحدث ذلك فعلا أستاذ، أم مثل ما كنا نستمع إلى يحيى بن نوار وشاركه كثير، لأنه ربما مستشار وشقيق الرئيس هو من يقرر، هو من يعين باستشارات مع محيطه ومع نافدين؟ يعني أنا نقول المفروض على النظام والمطلوب من النظام الآن ينتقل بالطرق هذه البدائية إلى طرق أخرى، طرق استشارات أوسع وطرق نظام آخر، برلمان ميت، حكومة غير موجودة. كيف تتصور أنت قبل تعيين الحكومة وتنصيبها من طرف المجلس الوزراء في اجتماع مع الرئيس يتم تعيين مديرين مؤسسات إعلامية اللي هي تابعة مثل ما يسموه للقطاع الاقتصادي لزاسبيا؟ لاسبيا مجلس الإدارة والجمعية العامة هي اللي تعلن على تعيين المدير العام، الرئيس المدير العام. فأصبح رئيس المدير العام البنك اللي هي أسبيا أو لجنة أو شركة مساهمة
البيان يصدر من طريق مجلس الوزراء، وهذه أخطاء قانونية. المفروض مجلس الوزراء يحافظ على القانون ولا يخرق القانون. شكرا جزيلا لك علي دراع المستشار الإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. عود إليك يا أبو نوار، سؤالنا، وكنت تشير إلى الجنرالات الجدد والقدامى، يعني كان هناك مصطلح يسمى أصحاب القرار، ديسيدور كما كان يسمى، ولكن السؤال الآن برز من يقرر من؟ كان في السابق ربما العلبة السوداء هذه الكابيني نوار معروفة، مجموعة من الجنرالات ربما اسمهم غالبيتها معروفة هي التي تقرر. المعادلة تغيرت الآن عندما يذهب مثلا الكولونيل فوزي ويصبح شخص مقرب من حداد هو الذي يشرف على بقرة حلوب مثل لاناب مثلا. نعم تغيرت المعادلة، هذا يعني ما فيش أدنى شك، تغيرت واصبح لبوتفليقة يعني النفوذ الأكبر، بوتفليقة يعني الرئيس والشقيق، واصبح مع شقيق بوتفليقة هذا رجال المال ورجال الشكارة، أصبح لهم نفوذ. ولكن هذا التغيير موش فقط ضد المخابرات أو ضد الجيش، صار هناك كذلك تغيير داخل الجيش، لأنه يعني الإطارات الكبرى في الجيش وفي المخابرات تغيرت كذلك، أصبحوا الناس يحبوا المال ويحبوا الشكارة. يعني لهذا قلت لك في الستينات في السبعينات حتى في الثمانينات وفي بداية التسعينات كانت الضباط المخابرات الكل يعرف لهم أنهم يعني ما يديروش الرشوة وما يديروش هذه ويحاسبوا ويعسوا، أما الآن فهم يسبقوا رجال المال في يحوسوا على الشكاير. فطبيعي أنه أصحاب الشكارة وأصحاب المال يكبر نفوذهم عندما الذي يعني عمله أن يراقب هو كذلك يجري وراء المال. طيب ولكن هنا ماذا عن البعد الخارجي؟ ماذا عن فرنسا؟ أنه هناك من يقولها بشكل صريح يعني من المعارضين ومن الملاحظين أنه ما كان لهذا الوضع أن يبقى في الجزائر الحالي والحكم البوتفليقي بشكل خاص دون دعم باريس مثلا. هل هذا الكلام حقيقي مبالغ فيه؟ لا دعم باريس تام، خاصة منذ يعني العهد الرابعة وهذا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، تام تام تام، وكل ما تطلبه فرنسا من بوتفليقة يعني يوقع ويعطي لهم. فلماذا تريد فرنسا أن تغير شيء في الجزائر ما دام رئيس هذا البلد أو من يحكم وراءه؟ ولكن نفس الشيء كل ما تريده فرنسا في مصالحها اقتصادية سياسية أو دولية مقبول من قبل ما تطلب شيء مقبول في الجزائر. يعني هذا وضع حقيقي ويعرفه الكل في حتى في فرنسا، الدبلوماسيين والجمعيين والباحثين والصحفيين. ولكن هناك من الجامعيين، هناك من النخبة الفرنسية من يرى بأن هذا الخيار خطير حتى على فرنسا، على إذا استمر هذا الجزائر تتجه وربما معها فرنسا كذلك. يعني الجزائر على بعد حجر من فرنسا وهناك جالية جزائرية كبيرة في فرنسا، أي تداعي أي ما حدث في الجزائر ستكون له تداعيات على فرنسا، ليس كذلك؟ صحيح، هذا من يفكر على الـ 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 يعني على البعيد ويعني يخاف على انه الوضع في الجزائر فسينفجر، لانه يعني هذا ما يجري يدي يعني لعدم الاستقرار داخل يعني الكود جينيتيك لهذا النظام. هذا النظام سيسقط ولا يستطيع ان يبقى طويل، فالذي يخمم على البعد الطويل. فطبعا اذا انفجر الوضع في الجزائر وصارت كارثه ان شاء الله ما تصيرش، ولكن يفعلون كل شيء حتى تصير، ستكون له دعايات ليس فقط على الجزائر بل على منطقه المغرب كلها، وهناك اضطرابات وعدم استقرار، وتكون لها يعني في فرنسا كذلك نفس الشيء. ولكن النظام الفرنسي اليوم في أزمة اقتصادية لا يهمه إلى البعد القريب، الوضع مستقر في الجزائر ويستطيع يروح يأخذ مليار من هنا ومليارين من هنا. ليست مفارقة، هل طبعا مرة أخرى، هل المشكل في المقاربة الفرنسية أم العيب في من يقبل بهذا الطرح الجزائري؟ الآن بيجو بعد رونو تفكر في مصنع بالتعاون مع القطاع الخاص مع حداد بشكل صريح كما يقول موقع توسيو الأرجيغي، فيما بيجو نفسها تستثمر بأموالها في مصنع كبير في المغرب مثل رونو.
قلت لك فرنسا تستغل كل شيء، فرنسا في أزمة اقتصادية، فرنسا تبحث عن أموال حتى يعني تجيبها لشعبها، فإذا كان نظام في بلد الجزائر أو بلد آخر هو يتلاعب بأموال الشعب تاعه وفرنسا تستطيع أن تأخذها فسيفعلونه. إذا كان بوتفليقة مريض لا يتكلم ممكن قنبلة يعني تنفجر بعد 10 سنوات، ولكن من هنا حتى ال10 سنوات نستطيع أن نستفيد من كذا وكذا، يفعلونه، يفعلون كل شيء لمصلحة بلدهم ولمصلحة شعبهم، وللأسف ضد مصالح ولكن الشعب. المفارقه اليوم موقع اسمه ماغريب نوت يقول انه الجزائر وفرنسا يوقعان اتفاق لمحاربه الرشوه فيما يحدث، وما يحدث حديثا الكتاب الاخير 50 مليار حولت من الجزائر، اورو حولت من الجزائر الى فرنسا، وهذه الشقق التي يمتلكها الوزراء واولوغارشيه الاوليغارشي دو بوفوار الجزائري. هذا شيء مضحك طبعا، انت تعلم وكل جزائري يعلم انه فرنسا الشرطه الفرنسيه والمخابرات الفرنسيه لديها كل شقه لمسؤول جزائري، لديها كل حساب بنك وكم فيه وكم دخل وكم خرج ومتى اتى ومتى رجع واين هو، يعني يعلمون كل شيء طبعا في بلدهم على ما يعني اموال الجزائريين المسؤولين الجزائريين في فرنسا، شقق او حسابات في البنوك. هذا مضحك يعني، ولكن اقرا يعني الجمله الاخيره التي قالها الفرنسي، يعني اذا كان يضحك او يزل، قال ان اتمنى ان لا يكون هذا حبر على ورق. طيب، وسؤال اخير طبعا في ظل هذه المعطيات، هذه المعادله امامنا، النظام، البعد الخارجي فرنسا وربما حتى امريكا، وهذا النوع من الفاتاليزم القدريه التي انه الاوضاع في الجزائر ما يشبه نوع من كانه من ينظر لبلد لسفينة ذاهبة إلى الهاوية وينظر هكذا. هل هذه القدرية ليس هناك إلا جملة واحدة وربما بيت شعري واحد يكسرها إذا أراد الشعب الحياة لابد أن يستجيب القدر، وإذا أراد الشعب التغيير ربما في الحالة الجزائرية لابد أن يستجيب القدر كما يقول الشاعر التونسي الشابي؟ احنا ننتقد النظام وننتقد قرارات النظام وننتقد ما لا يصلح للجزائر، ولكن لازم ان نقول الحقيقه، الشعب الجزائري اليوم مخدر، لا يعني يسمح كل شيء، كل شيء، كل ما يجري ساكت، باقي يجري وراء لونساج ويجري وراء سكن يبنيوها له شناوه في بلاده وساكت، وهما يديو في البلاد الهلاك وهو ساكت، يعني قعد يعيش اليوم اليوم، اعطيني ناكل حيني اليوم وقتلني غدوه، راك ميت غدوه، يعني اذا قعدت الامور راح تموت غدوه، ولادك ما يقراوش على المستوى الدولي وما عندهمش مستقبل على المستوى الدولي، المدرسه مستوى ضعيف، في الجامعة مستوى ضعيف، اقتصاد ما كانش اقتصاد، فلاحة ما كانش فلاحة، صناعة ما كانش فلاحة، هذه تحيني اليوم وقتلني غدوة، يعني الشعب هذا إذا سكت راح يكون ميت غدوة، كيفاش راح يدافع على نفسه في وسط هذا المجتمع الدولي، كيفاش راح يوكلوا أولادهم، كيفاش يقريوا أولادهم، كيفاش راح يديروا، ما عندهم والو، يعني عيب انه هناك بلدان فيها 3 4 ملايين تطلع لشمال اوروبا اسكندنافيا، بلد 3 4 ملايين هما بنوا بلادهم بيديهم، وحنا 40 مليون يجي الشنوي باش يبني لك السكنه نتاعك في بلادك، ويجي الشنوي يبني لك الطريق اللي تتمشى فيها، يعني هذا الشعب لازم ان يفيق، او اذا وصل الكارثه ما يزيدش يعني ما يتكلمش ويقول ما كنتش عارف واش صرا وما كنتش فايق، الان التلفزيونات القنوات موجودين، انترنت موجود، الكل يعلم ماذا يجري في هذه البلاد، والكل يعلم انهم يقودونها الى الهاويه، واذا لم هذا الشعب لن يفيق، فهما ممكن يعني بعد 4 سنوات، ولكن اولادكم والاجيال القادمه يقولون لكم سكتتم على ما كان يجري. شكرا جزيلا لك يحيى ابو نوار الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف او بالاحرى عبر خدمه سكايب من فرنسا. الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.